طيب دلوقتي مشاهدينا زي ما احنا متعودين بنبدأ أولى فقراتنا بأهم الأخبار بسنت اللي يعني حدثت بالأمس. ده حقيقي أحمد. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعبا في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء. وكتب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: أنعي بخالص الحزن والأسى رجلا من أغلى الرجال وقائدا من أعظم القادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي وفاته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء قدم فيها الكثير لبلاده وأمته حتى صارت الإمارات نموذجا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم. وأضاف الرئيس السيسي أن الشيخ خليفة كان محبا لمصر بحق وصديقا مخلصا في كل الظروف والأحوال، مضيفا: باسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعبا في المصاب الجلل، وأدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني خالص العزاء لشعب الإمارات الشقيق. كمان نعت رئاسة الجمهورية في بيان رسمي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وقال بيان رئاسة الجمهورية: فقدت الأمة العربية أحد رموزها المخلصين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، زعيما حكيما وهب حياته لبلاده ومد أيادي الإمارات البيضاء بالبناء والدعم والتعاون لسائر دول الأمتين العربية والإسلامية، امتدادا لتاريخ طويل من العطاء لدولة الإمارات أرساه والده المغفور له الشيخ زايد آل نهيان حكيم العرب، وليسطر صفحات جديدة من الخير والنماء لتحقق الإمارات في عهده نهضة وحداثة يشهد لها العالم. بيان رئاسة الجمهورية قال كمان أن مصر قيادة وحكومة وشعبا لم ولن تنسى مواقف الرئيس الشيخ خليفة آل نهيان الأخوية الداعمة والقوية في أدق الظروف والتي سجلها وكتبها التاريخ بحروف من نور. وتابع البيان أن رئيس عبد الفتاح السيسي إذ ينعي لمصر والشعب الإماراتي الشقيق والأمة العربية والإسلامية أخا وصديقا من أعز الرجال ليعرب باسمه وباسم مصر عن خالص عزائه لأسرة آل نهيان الكريمة ولحكام وشيوخ وشعب دولة الإمارات الشقيقة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدمه لشعبه ولأمته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى الإمارات العربية المتحدة لمزيد من التقدم والازدهار والسلام والاستقرار. كمان أعلنت جمهورية مصر العربية حالة الحداد العام في كل أنحاء الجمهورية، وده لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وده اعتبارا من امبارح الجمعة الموافق 13 مايو 2022. بنسأل المولى عز وجل يعني أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. فريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد البيان العملي لإعداد وتجهيز وتدريب مركز القيادة والسيطرة لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية، واللي بيجي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات وحدات القوات المسلحة. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة البيان العملي لإعداد وتجهيز وتدريب مركز القيادة والسيطرة لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب فهمي عبد الرؤوف هيكل قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد فيها أن رجال المنطقة المركزية العسكرية سيظلون على استعداد تام لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الدائم والمستمر للمنطقة المركزية العسكرية لتظل على أعلى درجات الاستعداد القتالي. عقب ذلك تنفيذ إجراءات البيان العملي من خلال عرض ملخص خطة تنفيذ البيان والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لمنطقة التنفيذ، وكذلك تنفيذ عدد من المراحل التدريبية المختلفة. وفي نهاية البيان
نقل الفريق أسامة عسكر تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة العناصر المشاركة بالبيان، مشيدا بقدرتهم على اتخاذ القرار السليم نظرا للتخطيط الراقي ومدى الاستفادة من استراتيجيات العلوم العسكرية المتطورة، ومثنيا على المستوى المتميز والاحترافي لكافة هيئات القيادة بمختلف مراحل البيان. كما ناقش عددا من القادة المشاركين بالبيان في المهام والواجبات المكلفين بها. حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية. لسه مستمرين في عرض الأخبار اللي حدثت بالأمس تحديدا، لأن كان في مجموعة مهمة جدا من الأخبار اللي حصلت، اللي يمكن منها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل رسالة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للرئيس التونسي قيس سعيد، أعرب في الرسالة دي بأن مصر بتدعم القيادة التونسية لإصلاح المسار السياسي. والرئيس التونسي قال أيضا أن الرئيس السيسي أنقذ مصر في مرحلة تاريخية صعبة ثم أطلق نهضة تنموية. كمان تم توقيع 11 اتفاقية تعاون بين مصر وتونس. وفي الحقيقة الدكتور مصطفى مدبولي أثناء زيارته وجه الشكر لتونس على دورها الراسخ والتاريخي لدعم مصر في ملف سد النهضة. ده كمان بالإضافة لأخبار تانية كتير يعني هنستعرضها في التقرير التالي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها استقبال الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بقصر قرطاج الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في حضور نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية. واستهل الرئيس سعيد المقابلة بطلب نقل تحياته الخالصة لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيكن له كل التقدير والاحترام، مؤكداً أن الرئيس السيسي اختصر المسافة في الزمن واختصر المسافة في التاريخ وأنقذ مصر في مرحلة تاريخية صعبة مرت بها، وأطلق أيضاً نهضة عمرانية وتنموية رآها الرئيس سعيد بنفسه خلال زيارته لمصر. من ناحية تانية الدكتور مصطفى مدبولي أعرب عن جزيل الامتنان لكل مشاعر الود والتقدير اللي بيكنها الرئيس قيس سعيد تجاه مصر وشعبها وقيادتها، وأضاف إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب منه نقل رسالة للرئيس سعيد بأن مصر بتدعم بشكل كامل كل ما تقوم به القيادة التونسية في الظرف التاريخي لإصلاح المسار السياسي والدستوري ووقوفها التام بجانب تونس الشقيقة. كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ترأس في زيارته لتونس مع رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، ووقعوا 11 اتفاقية تعاون مشترك. وأكد رئيس الوزراء أنه هيتابع بنفسه تفعيل الاتفاقيات اللي تم التوقيع عليها مع الجانب التونسي، وأنه تم مناقشة تطورات القضية الفلسطينية والليبية والتأكيد على أن الحوار الليبي بدون أي تدخلات هو الحل. الدكتور مدبولي قال إن في توافق ما بين مصر وتونس في مجالات التعاون الأخضر، ووجه الشكر لنظرته التونسية على حسن الاستضافة. ونعى مجلس الوزراء المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اللي وافته المنية بعد رحلة مليئة بالإخلاص والعطاء لوطنه وأمته. وأعرب مجلس الوزراء عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب الإمارات العربية الشقيقة وللأمة العربية والإسلامية، وقالوا إننا فقدنا معاً قائداً حكيماً وزعيماً له رؤية وبصيرة وكانت له بصماته الواضحة في رفعة شأن وطنه ودعم أمته. الحكومة أكدت أنه لا صحة لوجود أزمة في توفير الزيت في أي من الأسواق بسبب التأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، وشددت على توافر كل السلع الأساسية بشكل طبيعي وانتظام ضخ كميات وفيرة منها كل يوم في جميع الأسواق في كل محافظات الجمهورية. مع وجود مخزون استراتيجي من الزيت والسلع الأساسية بيكفي 5 شهور بيتم تجديدها دورياً. وأشارت الحكومة أنه في حملات تفتيش يومياً على المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير كان فيه مجموعة من الإنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس خلال الفترة من 7 لحد 13 مايو 2022، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات اللي عقدها دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها.
خلونا دلوقتي نروح مع حضراتكم لجولة في المحافظات، ومعنا مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها انطلاق دوري الأندية الصغيرة في شمال سيناء بمشاركة 64 فريق، وبكرة هيتم فتح تراخيص الشواطئ للشماسي وإشغالات الكورنيش بمرسى مطروح، وتنفيذ حملات مكبرة لإزالة الإشغالات المؤقتة بمنطقة محطة مصر، وأخبار تانية كتير هنعرفها في التفصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها في محافظة شمال سيناء اللي أطلقت دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بمشاركة 64 فريق من كل الإدارات الفرعية ومراكز الشباب والأندية، واللي بتيجي ضمن اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالنشأ والشباب والتشجيع على ممارسة الرياضة. كمان مركز مدينة مرسى مطروح أعلن عن فتح تراخيص الشواطئ للشماسي وإشغالات الكورنيش يوم الحد 15 مايو، وهيستمر الحد 30 مايو، وهيتم تقديمها في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين. اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كلف الأجهزة التنفيذية إن هم يبدأوا في تنفيذ حملات مكبرة لإزالة الإشغالات المؤقتة في منطقة محطة مصر في حي وسط، ورفع كل التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين، مع انطلاق العد التنازلي لافتتاح مشروع تطوير محطة مصر. الدكتور سيد جلال مدير عام فرع التأمين الصحي بالغربية أعلن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ل 800 ألف متردد على العيادات الخارجية خلال الربع الأول من 2022، وقدمت مستشفيات الفرع خدماتها الطبية والعلاجية ل 12248 مريض في أقسام الاستقبال والطوارئ، بالإضافة ل 6000 حالة اتحجزت في الأقسام الداخلية. أيضاً تم إجراء 2000 عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار. الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ناقش التقرير الشهري لمبادرة مشروعك، المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية، ووصلت قيمة التمويل للمشروعات من بداية انطلاق المبادرة في شهر مايو 2015 والحد 30 إبريل 2022 لمليار و912 مليون و555 ألف جنيه، واستفاد منها 14165 مشروع، ووفرت أكثر من 22200 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وكمان الخدمية. الهيئة العامة لقصور الثقافة قامت بتنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية في فرع ثقافة الأقصر في إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ونظم قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية وخواطر بعنوان باب الأمل لشاعر العامية عبد الرحمن أبو حامد. مكتبة الطفل والشباب قدمت أمسية شعرية بعنوان سرت والنيل وما، وأعدت المكتبة أمسية شعرية بعنوان نبضات قلب، بالإضافة لورشة حكي كتاب بعنوان جماليات المكان. اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قال إنه هيتم تنظيم قافلة لتنظيم الأسرة في قرى مركز ديروت، هتبدأ من النهاردة والمدة 3 أيام في الفترة من 14 ل 16 مايو، وده علشان تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في قرى حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجاً ضمن خطة الدولة لتقديم الخدمات الطبية المجانية لكل المناطق، وكمان عشان توفر خدمات ووسائل تنظيم الأسرة. لسه مستمرين معاكم في صباح الخير يا مصر، ومعنا خبر خاص بالضربات اللي بتوجهها وزارة الداخلية للحملات الموسعة الخاصة بها للتصدي لمحاولات تهريب وخلط وتخزين القمح المحلي على مستوى الجمهورية. مع بدء موسم توريد القمح المحلي وحرص الدولة على تشجيع المزارعين على عمليات التوريد وفقا لضوابط محددة بهدف تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، فقد واصلت وزارة الداخلية جهودها للتصدي لمحاولات التلاعب في منظومة توريد القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية والجهات المعنية خلال ما يقارب الشهر عن ضبط 84 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي. أبرزها 54 قضية صوامع ومطاحن ومخازن ومحال
بمضبوطات بلغت قرابة 11162 طن أقماح و33 طن ونصف دقيق 72%، وما يقارب 4 أطنان ردة. ضبط 30 قاضية بنقاط التفتيش والأكمنة بين المحافظات بمضبوطات بلغت قرابة 365 طن أقماح. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولي أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للقائمين على تلك المحاولات.